بسم الله الرحمن الرحيم. قال شاعر الزهد أبو العتاهية: أذل الحرص والطمع الرقابا، وقد يعفو الكريم إذا استرابا. إذا اتضح الصواب فلا تدعه، فإنك قلما ذقت الصواب. وجدت له على اللهوات بردا، كبرد الماء حين صفا وطابا. وليس بحاكم من لا يبالي، أأخطأ في الحكومة أم أصابا. وإن لكل تلخيص لوجها، وإن لكل مسألة جوابا. وإن لكل حادثة لوقتا، وإن لكل ذي عمل حسابا. وإن لكل مطلع لحدا، وإن لكل ذي أجل كتابا. وكل سلامة تعد المنايا، وكل عمارة تعد الخرابا. وكل مملك سيصير يوما، وما ملكت يداه معا ترابا. أبى الطرفات كل قرير عين، بها إلا اضطرابا وانقلابا. كأن محاسن الدنيا سراب، وأي يد تناولت السرابا. وإن يك منية عجلت بشيء تسر به، فإن لها ذهابا. فيا عجبا تموت وأنت تبني، وتتخذ المصانع والقبابا. أراك وكلما فتحت بابا من الدنيا فتحت عليك نابا. ألم تر أن غدوة كل يوم تزيدك من منيتك اقترابا. وحق لموقن بالموت ألا يسوغه الطعام ولا الشرابا. تدبر ما ترى ملك عزيز، به شهدت حوادثه وغابا. أليس الله في كل قريبا، بلى من حيث ما نودي أجابا. بلى من حيث ما نودي أجابا. ولم تر سائلا لله أكدا، ولم تر راجيا لله خابا. رأيت الروح جذب العيش، لما عرفت العيش مخضا واحتلابا. ولست بغالب الشهوات حتى تعد لهن صبرا واحتسابا. فكل مصيبة عظمت وجلت، تخف إذا رجوت لها ثوابا.